السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناه شاف هاشم سكينه. الفيديو ديال اليوم غادي يكون سيبيا، غادي نطيب لكم بواحد الطريقه زوينه، غادي تجي هكا مقمشه باني بواحد لاباغاي بنينه. غادي ندوزو باش نشوفو المقادير والمكونات اللي غادي نحتاج. غادي ناخد اول حاجه سيبيا، غادي ندير ليها بودر ديال الثومه بودر، غادي ندير ليها شويه ديال لاصوص ديال بواسون، هاد صوص ديال الحوت، وغادي ندير شويه ديال الملح. انا هنا غادي ندير هاد الملح هادي، جابونيز، مي الا ما كانش ديروا غير الملح العادي، وهذه راه الثمن ديالها ما غاليش وما مالحاش بزاف. صافي غادي نحرك هادشي هذا، غنخليه مرقد فيه شويه وغادي ندوز نصاوب لاباريابا. بالنسبه للفاري غادي ندير فيها جوج بيضات، غادي نزيد ليها طحين، هنايا جوج معالق عامرين ديال الطحين، ومعلقه وحده ديال مايزيل، يعني جوج طحين وحده مايزيل. وغادي نزيد ليه خمارة، وحدة خمارة، شوية ديال الملح، ثومة بودر، هنا لما كانش بودر ديرو العادية حكوها. وغادي ندير شوية ديال بزار بيض، وغادي نزيد ليه كاس ديال الماء. صافي لاباري فاني ديالي هي واجده. دابا غادي ناخد ديك السيبيه ديالي اللي كنت مارينيت، غادي ندوز اول حاجه في الطحين، الطحين هو الاول، عاد غادي ندوزها في لاباراي، وعاد غادي نرميها في لاشابلور. انا هنا لاشابلور دايره لاشابلور جابونيز، تقدروا ديروها تقدروا ديروا العاديه، مي من الاحسن هاد جابونيز زوينه وما غاليهش، دير 13 درهم شاصي في 200 غرام. غادي نعاود معكم وحده اخرى، غادي نرميها في الطحين، هنا غادي نرميها في الطحين باش الا ما درتها الا ما دوزتهاش في الطحين ورميتها في لاباري، ملي غادي تقلى غادي تحيد هذيك لاشابلور وداك الشيء، وغادي تبقى ليا هكا سيبيا دايره قرعه فحال ما درنا والو. قلنا الطحين لاباري ومن بعد لاشابلور، غادي نكمل بحال هكا حتى غادي نسالي سيبيا ديالي كامله، وندوزو نقليوها في الزيت. هنا من بعد ما سخنات ليا الزيت ديالي غادي نبدا نقلي، هنا العافية غادي نقصها ونبدا نحط دوك لي مورصو ديال السيبيا، غادي نقص عليها العافيه باش طيب ليا من الداخل، ماشي الا كانت مجهده غتحمر ليا من برا وغتبقى لداخل ديك السيبيا قاصحه ما غاديش طيب. شفتي علاش غادي نقص الزيت، نقص العافيه وطيب على خطره. صافي غادي نكمل بحال هكا حتى غادي نطيب هادشي كامل اللي عندي، ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيعجبني.
فوالا الشكل النهائي ديال السيبيان بعد ما تقلات كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. هنا الحجم ديالها كيتضاعف ملي كتقلى كتنفق حيتاش فيها كاين البيض وكاين الخميره الخميره في لاباراي كواحد التقرميشه. غادي نسناكم شو هنا ملي عديت طيبه من الداخل كيف قلت لكم تنقصوا العافيه باش تطيب لكم السيبيان من الداخل ما تبقاش لكم قاصحه. انا هنا رافقتها بسلطه ديال الخضره درت خضيره مسلوقه مع المايونيز وهنايا مطيشه طيبه تقدروا ترفقوا باي حاجه بغيتو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى لكم شفتوا هاشم سكينه نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.